أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء يقنا فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.